دلوقتي خلونا نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات المختلفة. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا باسانت، وصباح الخير عليك يا أحمد. طمنينا النهاردة. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. النهاردة الحمد لله خلصنا من شهر مايو اللي كل الناس كانت متضايقة منه الطويل قوي، وابتدينا في شهر جديد إن شاء الله الجو يبقى فيه حلو قوي. الجو هيبقى حلو بس الحراره هتبقى زايده فيه شويه، بس على فكره احنا كل شهر بنقول كده، كل شهر بنبقى عايزين نزق الشهر عشان يخلص ونستقبل شهر يعني جديد. اعتقد ان احنا بنقرب خلاص بقى من الشهور الرسميه بتاعه الصيف يعني. هو النهارده درجه الحراره كده تبقى زايده ازيد و8 ازيد في الحراره يعني. لسه شويه علشان الحراره درجه الحراره تستقر والطقس يستقر، لكن بيبقى فيه صعود وهبوط في الايام دي، لكن النهارده درجات الحراره ازيد شويه من امبارح. اتفضلي. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله مروريه ونبص على شوارع القاهره والمحافظات دلوقتي لما الناس بدات تنزل. هنبدا طبعا من محافظه القاهره، كثافات بتبتدي تزيد مع دخول ساعات الذروه الصباحيه. لو بدانا من الكورنيش هنلاقي كثافات مروريه متقطعه من المظلات وباتجاه منطقه وسط البلد. اما الكورنيش المتجه للمؤسسه في سيوله مروريه، كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي عليه كثافات مروريه متقطعه مكمله لحد غمره، اما المكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتبتدي تزيد مع ساعات الذروه الصباحيه، وفي كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري اكتوبر، وده بسبب زياده احمال السيارات. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ومتجه لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت كمان كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كمان كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي، وهنفضل مكملين لحد كوبري الروضه وهناك برضو بعض الكثافات. نفق الازهر في انتظام لحركه سير السيارات وفي سيوله مروريه في الاتجاهين، وبتظهر كثافات مروريه اعلى الدائري في منطقه السلام وداخل النفق للي قادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. نفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع في الاتجاه العكسي كمان القادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزه. نفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. لو رحنا لمحافظة الجيزة هنبتدي من شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب طبعا غلق الشارع في الاتجاهين، كمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان ومكملة لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي من دائري المنيب متجه لميدان لبنان أو المهندسين يفضل أنه يسلك محور الفريق كمال عامر، وده بسبب السيولة المرورية اللي خلقها المحور ده. لو رحنا لشارع فيصل بيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في كثافات مرورية للي قادم من أكتوبر، وده بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الثاني المتجه لأكتوبر في سيولة مرورية، وده كمان بعد الانتهاء من التوسعات. أما القادم من القاهرة في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرق. بيشهد كمان الطريق الدائري كثافات متحركة في نزلة شارع البحر الأعظم وصولا لمنطقة الدقي وحتى ميدان الجلاء. بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي وحتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي وحتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. لو رحنا دلوقتي لمحافظة القليوبية القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد شوية، وكمان بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة سير السيارات، وده لسحب أي كثافات مرورية ممكن تظهر على الطريق لمنع أي زحام مروري للمركبات. كمان انتظمت حركة سير السيارات في الطريق الزراعي أمام اللي قادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري أهب يشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة علشان أعمال الصيانة اللي بيشهدها الكوبري دلوقتي. كمان انتظمت حركة سير السيارات بطول الكورنيش من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة طبعا حركة سير السيارات هناك. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار، هيختصر عليه طريق طويل جدا. أما الطريق الدائري بشكل عام كويس ما عدا بعض المناطق فيها أعمال بيكون فيها الكثافة موجودة لكن بسيطة.
هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد بورسعيد. هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة معتادة لساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. وهنروح على طرح البحر أو طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية ومكملة لحد آخر الشارع. كده خلصت نشرتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية، وكمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وفي فرص لأمطار ضعيفة وخفيفة على القاهرة الكبرى. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 40 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 30 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.